أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفترة من البوصلة، طبعا سنخصصها للأسواق العالمية. وينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا بك معنا سيد رائد. دعنا في البداية نبتدأ من أمريكا وقانون أوباما كير، أو طبعا هذا القانون الذي يهتم بطبعا الرعاية الصحية. تهديدات ترامب المتتالية حول إلغاء هذا البرنامج طبعا لربما يؤثر بشكل كبير إما على قطاع الرعاية الصحية أو حتى على الثقة في الاقتصاد الأمريكي. بلا شك، طبعا كثر الحديث حول نوايا ترامب تجاه برنامج أوباما للرعاية الصحية، وأصبح بدلا من أن التوجه نحو وضع بديل أفضل حسب الدعاية الانتخابية التي يتحدث عنها، أصبحت الشغل الشاغل هو التخلص من برنامج أوباما للرعاية الصحية. طالما لا يوجد هناك برنامج بديل يعني يحقق المنافع الإيجابية التي كان يحققها برنامج أوباما كير ويتلافى الأخطاء التي كان يتحدث عنها دونالد ترامب، إذا لا يمكن إلغاء هذا البرنامج ببساطة، وشأنه شأن أمور أخرى كان قد أبت بها وقرر بها دونالد ترامب، والدولة وقد يعني كافة مؤسساتها تجاهلت تماما قراراته. بالتالي هذا الحديث أو هذه التهديدات المستمرة يعني تعود عليها نوعا ما آذان المستثمرين إجمالا وآذان الداخل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحتاج الأمر إلى أن يكون أكثر دقة وأكثر حكمة وأكثر تكاملا من ناحية برنامج بديل كامل حتى يمكن إلغاء أو استبدال برنامج الرعاية الصحية في الوقت الحالي. لطالما كان هناك تراشق لاذع بين الكلمات بين أوباما حينما كان رئيسا للولايات المتحدة وأيضا دونالد ترامب حينما كان يحضر تلك الاجتماعات، هل ربما الآن أصبح ترامب يعني يريد إسقاط هذا البرنامج فقط بدافع شخصي؟ يعني البادي لانجوج وكل التفاصيل التي ترتبط بدونالد ترامب، هو شخص يستفز بشكل سريع، هو شخص مباشرة تكون تصرفاته وردود أفعاله حادة، بالتالي يعني أصبح الأمر بالنسبة للمشاهدين كأنه عم نحضر نحن انتقام مباشر من هذا البرنامج، وكأنه هو السبب. حقيقة لا يخفى عن المستثمرين إجمالا هو سبب في إخفاق إدارة دونالد ترامب حتى الآن، لأنه كان عبارة عن مايلستون أو يعني نقطة أو جزء كبير من الحملة الانتخابية معتمد بشكل كبير على استبدال برنامج الرعاية الصحية، ونلاحظ كيف أثر ذلك على المود العام في التداول في الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أن فشل تمرير الخطة البديلة وكان هذا التأخير، ويشكك ويساءل أيضا بكل الأجندة التي يحملها دونالد ترامب من إعادة هيكلة برنامج الضرائب وكذلك الانفاق العام، وكل الخطط التي كان قد يتحدث عنها دونالد ترامب. الآن موضع التساؤل، هل يمكن أن تصل إلى مرحلة تنفيذ في مرحلة ما، أو أن حتى الخطط حتى الآن لم يتم تمريرها أو الاتفاق عليها في الوقت الراهن؟ يبدو بأن خطة ترامب حتى ناحية الاقتصاد لربما لا تكون مكتملة، يعني لربما تكون أيضا بعض البيانات أثرت على مسارات الدولار، الدولار الذي انتعش قليلا يعني من أدنى مستوياته تقريبا في 15 شهر. كيف ترى تأثير البيانات الاقتصادية أيضا على وضع الدولار؟ حقيقة يعني ما انتعاشت الدولار الأمريكي إلا عبارة عن عملية تصحيحية طفيفة ضمن الموجة الهابطة التي فعلا أوصلت الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في 14 شهر تقريبا، ويستقر عند هذه المستويات، وسنحت الفرصة لباقي العملات الأخرى أن ترتفع أو يعلو كعبها بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة. ما هو المصير أمام الدولار الأمريكي؟ المصير كان للدولار الأمريكي بالتراجعات إما من التغيرات السياسية وعدم الوضوح وعدم اليقين بشأن الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف إليها الفيدرالي الأمريكي أخيرا تخوفاته من التضخم وتراجع التضخم والرغبة الداخلية والضمنية التي استشفيناها من بيان السياسة النقدية بالإبقاء على سياسة تحفيزية بعض الشيء، وذلك من خلال إبطاء عملية تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الاقتصاد الصيني مثلا عن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاع إلى التضخم، وأيضا عن الانتاج التصنيعي إجمالا لم تكن بالقراءات
التي تثير التخوفات حول صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي أي في الصين كيفية تحفيز الطلب الداخلي وذلك لدفع عجلة الاقتصاد بشكل عام. نحن عم نلاحظه حاليا الاقتصاد الصيني اقتصاد متعافي إلى درجة كبيرة وفي وضع إيجابي وفي ترند صاعد في الوقت الحالي، وذلك أيضا سيخيم بإيجابية على أسواق الأسهم إجمالا بعد أن نتذكر نحن كيف كانت بداية العام ونهاية العام الماضي، كيف كانت أسواق شنغهاي متأثرة وحمراء في أغلب الأوقات. الآن في إيجابية وفي إغلاقات إيجابية بشكل مستمر ومضطرد. طيب دعني أيضا أتحدث عن النفط وتراجعات التي حصلت على النفط، لربما جاءت أيضا بعد إعلان عن مخزونات النفط الأمريكية. إلى أي مدى تجد هذا التراجع قد يستمر خلال الفترة المقبلة؟ حقيقة تمكن النفط من تحقيق بعض الارتفاعات الإيجابية في الآونة الأخيرة، وطبعا وصوله إلى مستويات الـ WTI 50 واستقرار قريب من هذه المستويات لفترة إيجابية بعض الشيء، لكن الحديث عن زيادة الإنتاج، الحديث عن زيادة أيضا المخزونات، كل ذلك يضغط أكثر على أسعار النفط بلا شك في الوقت الحالي. الإنتاج الليبي عندما كان الحديث عن إمكانية تقييد هذا الإنتاج ضمن أوبك ووضع كاب أو سقف للإنتاج إلى حد ما ساعد بشكل كبير بدفع أسعار النفط للارتفاع، لكن الآن مع عودة زيادة المخزونات عن التوقعات ومع عودة أيضا الحديث عن زيادة في الإنتاج من قبل الكبار المنتجين، ذلك بلا شك سوف يضغط على أسعار النفط التي تحتاج فعليا إلى ضغط في يعني تخفيض كمية النفط المنتجة في الوقت الحالي. أشكرك على هذه المشاركة سيد رائد خضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا إلى فاصل قصير ونتابع وإياكم بعد الفاصل افتتاحية البورصة المصرية.